رواند مساء نعم الخير. نعم جورج، مساء ماذا النور في جورج. تفاصيل إحياء ذكرى 13 من تشرين؟ أنت معنا مباشرة من الحدث، تفضلي الهواء لك. يبدو أن نعم نعم رواند، عدنا لنستمع إليك. جورج، على وقع التطورات السياسية والحراك القائمة منذ أسبوعين تحل ذكرى 13 تشرين في هذا من الأول 2016 حضر الوزير جبران باسيل إلى ساحة الشهداء واضعا إكليلا من الزهور على ضريح الشهداء، مشددا على استمرار المسيرة ليحيى الميثاق. وهذا اليوم الذي اعتقدوه كابوسا رآه التيار مناسبة قيامة وحياة لكل وليس موتا لمشروع الاستقلال. وفي المقابل جورج، قام مجموعة من المعارضين لرئيس التيار جوزان باسيل بإحياء ذكرى 13 تشرين بطريقة منفصلة عما يدعو إليه التيار الوطني الحر في 13 تشرين، وذلك من خلال قداس إلهي ليس استفزازا لأحد كما يقولون الناشطون المعارضون، ولا يتضمن أي خطاب سياسي، إنما للاكتفاء فقط بالصلاة على أرواح 52 شهيد للجيش اللبناني سقطوا ذلك النهار المشؤوم، إلى جانب الناشط أنطوان نصر الله ليتحدث معنا عن مزيد لهذا الحدث اليوم. تفضل. يعني بالحقيقة هيدا الذكرى كنا نقومها من 13 تشرين 1991، يوم ولا سنة تخلفنا عن هذا الموضوع. هذا القداس عم نصلي على نية الشهداء، عم نصلي على نية لبنان، عم نصلي على نية التيار الوطن الحر، عم نصلي على نية كل الشباب والصبايا يلي اعتقلوا. في معنى نحن ناس عايشين بالصدفة لأنه نجوا من الاغتيال ونجوا من الموت، في معنى هون شباب عانوا من السجون ما عانوه، في ناس كمان قدروا اجوا معنا لأنه معاقين، في ناس عم يضلونا هن ببيوتهم. لهيك هذا القداس كان ما بيحمل هالقد، كان بيحمل لقاء نصلي، رح نحط اكليل على ضريح الشهداء يلي هن كل لبنان، وهودي شهداء كل الاشخاص يلي موجودين سواء كانوا بالطيار او ما كانوا بالطيار الوطن الحر. اليوم استاذ انطوان عم بتقولوا انه هذا الحدث منه استفزاز لحدا، ولا تيار ببيان رسمي طلب منكم انه ما تستخدموا اسمه وشعاراته ومقاضاتكم في حال استخدمتون، واليوم انرفع دعاوى على عدد من الاشخاص. يعني بالحقيقه نحن بالدعاوى عم بلغني، انا ما بدي علي عليها من ناحيه القضائيه، وانا أهم من السبت، الإنسان أهم من القانون وأهم من النظام، خصوصا إذا كان هذا النظام جائر وهذا النظام يعمل من أجل أشخاص معينين. نعم روان. طيار قدر أدنى من لبنان الكثير الكثير، سواء من الشهداء أو من السياسيين أو من المحللين أو من المفكرين أو من القادة. هذا الطيار ما بيحدوا شيء، هذا الطيار ما بيحدوا إلا حرية لبنان. نحن كل يلي عم نطلب فيه إنه يكون في عنا حرية لبنان وحرية بالطيار الوطن الحر. شكرا لك. شكرا جورج، هذا كل شيء من الحدث وتحديدا من كنيسة السيدة، حيث